لو كنت بتكتب مقال معين بشكل عام أو بيبر أو أسايمنت إلى آخره، وحبيت تشوف موقع يعطيك نصائح ويقيم لك شغلك، تعال على هذا الموقع الرائع اللي هو hemingwayapp.com. ححط لكم الرابط في الديسكريبشن أسفل الفيديو، بيعطيك مجموعة من النصائح والتيبس اللي تحسن الكتابة تبعتك. وأنا مثلا راح أشطب هذا الكلام اللي هون وأحط كنترول في لنص أنا أخذته بكل بساطة، وخلينا نشوف شو راح يعطينا. أول شيء readability معطيني grade 13، عدد الكلمات معطيني 214، 2 بهذا اللون الأزرق معطيني إنه adverb aim for one or fewer, uses for passive voice meeting the goal of two or fewer, يعني phrases has a simpler alternative. وعندي 1 من 11 sentence is hard to read. وعندي 6 من 11 جملة are very hard to read. يعني بالأحرى مقيم لك كتابتك مي هاي التبس اللي أمامك. أتمنى إنه الموقع عجبكم. تحياتي لكم جميعاً.